ليلة نهائي كأس العالم، المباراة الأهم والأعظم والأبرز في تاريخ كرة القدم كل 4 سنين، المباراة اللي بيشاهدها عالم كرة القدم بالكامل وجزء كبير من سكان كوكب الأرض فعليا كل 4 سنين، المباراة اللي بتتفوق على أي مباراة تانية، ولا نهائي تشامبيونز ليج ولا كلاسيكو ولا ديربي في البريمير ليج ولا أي مباراة تانية تضاهي نهائي كأس العالم. النهاردة ليلة المباراة اللي هتجمع ما بين فرنسا التي تسعى لحصد اللقب الثاني تواليا لثالث مرة في التاريخ بعد إيطاليا 34-38 وبعد البرازيل 58-62، البطولتين اللي كانوا جمعت ما بينهم البرازيل وجمعت بينهم إيطاليا، بتأمل فرنسا أنها تكون أول منتخب في العصر الحديث يجمع ما بين لقبين على التوالي 18-22 أمام الأرجنتين. الأرجنتين التي تسعى لأول لقب كأس عالم منذ دييغو أرماندو مارادونا ببطولة بسحر رقم 10 بعد ما الأرجنتين توجد في 86. النهاردة الأرجنتين بتسعى مع ليونيل ميسي. الأرجنتين لعيبة وجمهور وإدارة وجهاز فني وكوكب الأرض، لدرجة أن ديفيد تريزيجيه نجم المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 98 ووصيف 2006 مع فرنسا قال أتمنى تحقيق ميسي للقب كأس العالم. كل ده كلامنا النهاردة بالإضافة طبعا للإنجاز الكبير اللي عمله المنتخب المغربي بحصوله على رابع كأس العالم 2022.